أنا أول شيء بديت بأكاديمية أوكوتوتس عشان وناسة، بعدين عجبتني اللعبة وحسيت قاعد أتطور فيها فكملت ووصلت لمستوى المنتخب. دخلت النادي من عمري 4 سنين، وبديت مع المدرب عباس زمان، وخلاني يعني أتمرن. أنا لعبت غير السباحة، لعبت طائرة، لعبت كرة، بس السباحة هي أكثر واحدة مستواي كان زين فيها فكملت معها. حبيت رياضة السباحة لأن لازم يعني أسبق اللي قدامي وأحاول يعني أطور من مستواي، واللعبة هم فيها لعب جماعي اللي هو بالتتابع وكذي. سبب اختياري لعبة السباحة لأن هي اللعبة مو فيها وايد إصابات ووايد زينة حق الجسم وتحرك كل العضلات وتفيد المعلومات كلها. اخترت السباحة لأني جربت أكثر من رياضة، منها يعني كرة القدم وطائرة، وشفت أن أخوي اللي أكبر مني ب4 سنين أنه يا قبل بالسباحة، فأنا جيت وراه على طول السباحة وحاولت يعني أسبق اللي. اللي خلاني أتمسك بالسباحة لأن مستواي كان وايد زين وكنت أركز بالتمرين وشفت عندي فرصة لأن أكون الأول على الكويت. الكابتن يعطيني تمارين خاصة بعض ما لأن إحنا كلنا لنا سباحة معينة ومسافة معينة، فالتمرين يكون مخصص حق كل لاعب. بطولاتي في بطولات داخلية وخارجية. بطولات الداخلية في البطولات العامة والتنشيطية. التنشيطية بس عشان يشوفون مستوانا، والعامة كل سنة تصير بالكويت، والخارجية يعني على حسب المنتخب يشوفون وين في بطولات ويختارون لاعبين. تطور مستواي وأشكر المدرب لأن كل يوم يعطينا بروجرام جديد وقوي ويخليك تشد حيلك عشان تزيد مستواك. اللي شجعني على اللعبة أبوي وإخواني وأهلي بشكل عام. بعد الكورونا كان الوضع شوية صعب لأن كل شوي نوقف، لأن مرة واحد من اللاعبين يحوشه كورونا أو لأن لازم نسوي فحوصات، بس قادرين نستقل الوضع وكل يوم نيجي التمرين متى ما نقدر، وقلنا نتمرن صبح عصر 10 مرات بالأسبوع، فقادرين نستغل الوضع وقلنا نصير أحسن عشان نجهز حق بطولة الخليج. التنظيم بين الدراسة والنادي سهل، يعني بعد المدرسة تقدر تحل واجباتك، بعدها تروح التمرين، ترجع من التمرين، وبعدها تدرس دروس اللي تاخذهم اليوم اللي بعده. كل سنة الكويت لها بطولة العامة وبطولة تنشيطية، ودائماً أدي أحسن شيء عندي في البطولات، بس أكثر بطولة تهمني هي بطولة الخليج لأن هاي قاعدة تمثل الكويت كلها. دربوني وايد مدربين ومنهم عباس زمان وأحمد المصري ومحمد وإيغور مثل ما قلت، وإيغور هو أكثر واحد ساعدني أني أطور مستواي، يعني يتغشمر بالتمرين مرات ويعني جد بزيادة. مدربي حاليا لفئة 15-17 اسمه جولت، وهو يعني مو دائما اللي يمدحك ويكون يعني شوية صعب معك، بس هذا بس عشان يخليك تطلع كل ما عندك ويركز لأن أنت قد تعطي كل ما عندك بالتمرين، ووايد جد ما يبي وايد لأن نستانس وشوية يعني نلهى ونفكر بأشياء ثانية، يبينا نركز بالتمرين عدل
ونعطي كل اللي عندنا. حققت بطولات وايد ومنها بطولة بدبي، بطولة إليت، وخذيت فيها ميدالية ذهبية والبرونزية. ثبت نفسي بالسباحة لأن عقب الكورونا بينت لأن مستواي تطور حتى بأوضاع صعبة، وبينت لأن مع كل الأحوال اللي تصير للحين تقدر تتمرن وتقدر تتطور وتتمرن من البيت وحتى لو ما عندك حوض. رحنا معسكرات وايد ومنها برلين بألمانيا، ورحنا من دبي بالإمارات. احنا رحنا وايد معسكرات، بس اكثر معسكرين يعجبوني هما اول معسكر، لان هذا اول مره اسافر بروحي. كنا رايحين ايطاليا، بعدين البطوله في ايسلندا، وهم معسكر في قطر، لان هذا المعسكر كان نتجهز حق بطوله الخليج. قدوتي باللعبه سباح مايكل فيليبس الامريكي. اكثر واحد يشجعني في اللعبه هو ابوي، لأن هو كان معي من أول ما دشيت السباحة، هو اللي خلاني أختار السباحة ونصحني أكمل فيها، ولحد اليوم لحين يخليني أتطور ويعطيني أشياء ممكن أركز فيها وأحسن نفسي فيها. بدايتي كانت مو زينة، بس بعدها بمدة يعني مدرب اسمه إيغور ساعدني وايد أني أطور مستواي، ويعني قاعد أسبق اللي معي. قدوتي باللعبة وواحد من سباحين الصدر، كان لأن أنا سباح صدر بعد، اسمه راشد طرموم، وهو من سباحين العمومي وهو يعني مرشح للأولمبياد. الدراسة من صارت أونلاين صار وايد أسهل لي حق التمارين، لأن أقدر أدش متمابي وأطلع أسهل، ولكن أدرس دائماً عقب ما أخلص التمرين عشان أنظم وقتي. أطمح أني أوصل بطولة الأولمبيات وإن شاء الله. يعني أنصح الشباب العمري يدخلون السباحة، لأن هي رياضة وايد زينة وما فيها وايد إصابات، وتقدر تكملها لمدة، وزينة حق إذا مثلاً واحد بيدش تراياثلون. نصيحة للشباب اللي بعمري، لا تفقدون الأمل، يعني حاولوا تسبقون اللي قدامكم حتى لو كان سابقكم، لازم تحطون كل اللي عندكم بالتمرين وبعدها راح تقدرون. ينقص اللاعب الكويتي مسبح، لأن المسابح مو دائماً خلينا نقول كاملة، في اللي مسبح مثلاً 50 متر وبس الستارت ماله مو عدل، أو شاشة التتويج مو زينة.